احنا طلبنا من قبل يعني مكاتب كاستنج ان احنا نشارك في البطوله الافريقيه، ورحنا عملنا اوديشن والحمد لله وافقوا علينا. طبعا دي حاجه بالنسبه لي اول مره اشارك فيها لمصر، الموضوع كان جديد عليا ان انا اعمل حاجه زي كده. انا طبعا بحكم ان انا بمثل، فيوم ما بيجيني جمهور في المسرح بيجي لنا مثلا 200 300 400 500 يوم ما يجيلي جمهور، فان انا اقف قدام جمهور يعني 70,000 مصري ايا كان، يعني مصريين او مختلف الاجنسه، واقف قدام الجمهور دوت حتى لو انا مش بطل العرض، يعني معايا زملائي يعني، بس دي حاجه كويسه جدا. بقينا نروح تدريبات تقريبا 11 ساعه. كنت بنزل من البيت بدري قبلها بساعتين عشان اوصل في ميعادي. كواليس قبل التدريب كانت كويسه جدا، كنا بنتبسط ونرقص ونعمل كل حاجات كويسه قبل التدريب. بعد التدريب بقى بنرجع تعبانين وبتاع، عشاء نمشي نروح ننام نصحى نروح. معظمنا اصحاب، بنقعد مع بعض بنخلي اليوم يعدي ايا كان عدد الساعات، 9 ساعات او 12 ساعه على حسب يعني اليوم اللي احنا فيه تدريب. يعني استقبال الجمهور لينا اول ما دخلنا الاستاد، انا حسيت نفسي لو انا من ضمن اللعيبه هنزل ادغدغ الملعب، يعني هنزل اجيب البطوله دي واروح. ما كناش متوقعين ان احنا هنعمل كده، مبسوطين جدا اللي احنا عملناه، وما كناش شايفين الجمهور قبل ما ندخل. دخلنا وفعلا اتبسطنا جدا برد الجمهور، والناس كلها عماله بتسقف لنا، وكانت حاجه كويسه جدا. كل ده طبعا حاجه تانية قصاد ان انت تنزلي ارض الملعب. احنا ما كنا بننزل ارض الملعب في الاول في البروفات في الاخر، بس لما جيت انزل ارض الملعب احنا ابتدت كمان واحنا ماشيين بالباص من الصاله لارض الملعب، فشوفنا الجمهور، كنا ماشيين مع الجمهور، فرحه الجمهور بينا واحنا لابسين لبس الفراعنه كنا في العرض الفيرو، فرحه الناس بينا وبيشجعونا فرحانين بينا جدا، دي ادتنا طاقه ايجابيه من جوه اللي احنا لازم نفرح الناس دي، لازم نعمل حاجه فعلا تشرف مصر كلها. لاحظت لما احنا كل واحد فينا نزل كان فاكر نفسه هو بطل العرض، والناس بتسقف لنا وتدينا التحيه، لا دي كانت حاجه كانت عندنا كانت قويه جدا جدا جدا. يعني كنا بنقول لاصحابنا بقى ان احنا اتفرجوا علينا هنعمل حاجه كويسه جدا، بس ما كناش متوقعين ان احنا هنعمل كده. مبسوطين جدا اللي احنا عملناه، وما كناش شايفين الجمهور قبل ما ندخل. دخلنا وفعلا اتبسطنا جدا برد الجمهور، والناس كلها عماله بتسقف لنا، وكانت حاجه كويسه جدا. ما كنتش متخيل بجد رد الفعل بتاع مصر بالذات، سيبك يعني من الاجانب او الافارقه اللي كانوا موجودين هنا في مصر، لا انا ما تخيلتش رد فعل المصريين نفسهم بالقوه دي. لا انا اتفاجئت جامد جدا. يعني بمشي في الشارع يا فرعون مصر، فدي من الحاجات اللي كانت مفرحاني قوي. فرحت اكتر لما الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا طلع واتكلم عن الشباب وعن دورهم في البلد وعن ازاي ان احنا نشرف مصر وازاي ان احنا عايزين نطلع شكلنا حلو. عندنا قوه وطاقه ان احنا عايزين نشترك في النهائيات، وبتدرب من دلوقتي دانسر كتير، بندرب رقص كتير، عايزين نعمل حاجه احسن. اتمنى نكسر الدنيا في اي وقت وفي كل وقت، مش شرط بس في افتتاح الامم الافريقيه. واتمنى ان احنا نعامل الاجانب بطريقه كويسه، هم كانوا مبسوطين مننا جدا وكانوا بيقولوا لنا ان انتوا قد المسؤوليه وقد المسؤوليه، وفعلا كنا بنسمع الكلام وبنعمل كل حاجه هم عايزينها، بس اتمنى ان احنا نبقى احسن من كده.